بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله في منظومته: الإيمان باليوم الآخر. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وقل إنما الإيمان قول ونية، وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد سمعتم بقية المنظومة التي نظمها أبو بكر ابن أبي داود السجستاني في بعض مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، وختم هذه المنظومة بهذه الأبيات، وهي تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث في آخره لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد تكلم الشيخ صالح الفوزان في شرحه لهذه الأبيات بكلام ممتع مفيد موضح بالأدلة، فقال: وهذه الأركان الستة تأتي تارة جميعاً في القرآن، وتارة يأتي بعضها، وكثيراً ما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر مقترنين، كما في قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر، وكقوله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر. وتارة تأتي أركان الإيمان في القرآن مجتمعة، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، من أنكره كفر. فمن قال إنه لا يوجد بعث وإنما هي الحياة الدنيا فحسب فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور. ولهذا قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله أمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعثه، وقوله زعم، الزعم هو الكذب، يعني كذبوا في قولهم هذا. وذكر الله عز وجل بعض أقوالهم في قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا كما ذكر الله عنهم: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا مقالة الكفار قديما وحديثا، ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون: كيف يبعث الناس، كيف يبعث الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا، فهذا مستحيل في نظرهم. وذكر عنهم قولهم: قال من يحيي العظام وهي رميم. ويعني هذه الحجج التي ذكروها حجج ساقطة، فإنهم كانوا قبل ذلك غير موجودين أصلا، ثم خلقهم الله جل وعلا، فالذي خلقهم في أول الأمر قادر من باب أولى على إعادتهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر الشيخ استنباط، وهو استنباط صحيح تدل عليه الآيات والأحاديث، فقال: لو لم يوجد بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا، كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون؟ هذا لا يليق بعدل الله عز وجل. يدل على هذا الذي ذكره الشيخ قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله عن العبث وأن يترك الناس لا يحاسبون. فلا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار، ويجازى المؤمن بإيمانه ويجازى الكافر بكفره. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فكونهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم هذا عبث يتنزه الله عز وجل عنه. ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، من سؤال الملكين في القبر، ومن عذاب القبر أو نعيمه، ومن القيام من القبور للبعث والحشر، ومن الوقوف في المحشر،
وما يجري بعد ذلك كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بذلك. فليس الإيمان باليوم الآخر هو بالبعث فقط، بل كل ما جاء وورد كما ذكره الناظم في منظومته. قال الشيخ: والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، فالإيمان بالغيب هو أحد أركان الإيمان، بل هو الإيمان. فالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته من الإيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالجن والشياطين من الإيمان بالغيب، والإيمان بما يكون في آخر الزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيب، والإيمان بما وقع على الأمم الماضية لم نره ولكنه من الإيمان بالغيب. فالغيوب إما ماضية وإما مستقبلة، وإما فيجب الإيمان بها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ بالإيمان بالغيب، فإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله جل وعلا، وإنكار الملائكة، وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في هذه الدنيا. وهذا قول الدهرية والملاحدة والمشركين الذين يكفرون بالغيب. ثم ذكر ما ذكره ما أشار إليه الناظم فيما يتعلق بسؤال الملكين في القبر، فقال: من الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت، وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أسئلة، فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح، وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وضل سعيه. ولهذا قال الناظم: ولا تنكرن جهلا، يعني الشيء الذي تجهله لا تنكره، فليس كل شيء تجهله تنكره، بل تؤمن بما صح وبما ثبت وإن لم تعرفه ولم تدركه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فالواجب أن تؤمن بما صح عن الله ورسوله وإن لم تعرفه وتتصوره، فإن هذا له مستقبل يقع، كما قال سبحانه: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فالأنبياء والأخبار التي أخبرتم بها كل شيء له وقت، إذا جاء وقته ظهر، فواجبنا الإيمان به، لأنه كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأنه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ: فلا نعتمد على عقولنا، وإنما نعتمد في أمور الغيب على الوحي المنزل، ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا، وأمور البرزخ من أمور الآخرة، ولو كشفنا عن العبد بعد وضعه في قبره لوجدناه كما وضعناه، ولكن هو في حكم عالم آخر، وما يجري عليه لا نراه ولا نحس به، لأنه في عالم آخر مغيب عنا. ولو لم يكن في عالم آخر مغيب، وأراد الله عز وجل أن لا نرى شيئا من بعض الأمور، فإننا لا نراه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض له شيء، كما عرض له شيء من النار، وكما عرض له شيء من الجنة، وكما تهجم عليه بعض الشياطين وأراد أن يحرق وجهه، والصحابة خلفه يصلون فما رأوا شيئا. فالله عز وجل إذا أخفى عن الناس شيء فإنهم لا يرونه،
ولذلك ما في هذا الكون من الشياطين، من الجن، من الملائكة إلى غير ذلك، نحن لا نراهم وهم في الأرض يحضرون مجالس الذكر، الملائكة تحضر مجالس الذكر، والشياطين تأتي لإضلال الناس ونحو ذلك. فهذه كلها من أمور الغيب التي لا ندركها بحواسنا، إلا إذا أراد الله عز وجل أن يكشف منها شيء فإنه يكشفه. بقي في موضوع تسمية الملكين اللذان يجريان الاختبار للإنسان في القبر، هل ثبت أن اسم واحد منكر والآخر نكير؟ جاء في ذلك حديث قال عنه الشيخ هنا بإسناد لا بأس به، وقال فهي تسمية ثابتة لأن رؤية هذين الملكين مفزعة، يستنكرهما الإنسان ويفزع منهما، فهما يأتيان بصورة لا يعرفها في حياته ولا يألفها، فهذا وجه تسميتهما منكرا ونكيرا. قال وفي هذا رد على من ينكر هذه التسمية ويقول هذا سب للملائكة. نقول هذا ليس سبا للملائكة، بل هذا من باب أن الذي يأتيه بل هذا من باب أن الذي يأتيانه يستنكرهما، فسمي بالمنكر والنكير. وجاء في آخر حديث المساءلة في القبر، فعندما يجيب المؤمن ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره، مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويرى منزله في الجنة، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق أجرنا الله وإياكم من النفاق، فإنه ولو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد، فإنه في القبر يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم، ويغيب عنه الجواب ويقول لا أدري، ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده، فينادي منادي أن كذب عبدي فافرشوه من النار، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم إذا قامت الساعة فما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله. وهذا يشير إليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق، فإن الله يثبتهم في القبر وعند السؤال، ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة. والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة مجمعون عليه، يعني على الإيمان بعذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم، وكذا العقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة هم على هذا المذهب. ثم ذكر بعد ما يجري في القبر، ذكر بعض ما يجري يوم القيامة، فذكر حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، والناظم ذكر الحوض وذكر الميزان. قال الشيخ والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم تواترت به الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، ترد عليه أمته ويشربون منه، ويذاد عنه كل مبتدع وكل مرتد،
فالمرتد يذاد عنه ولا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سأل عنهم صلى الله عليه وسلم لماذا ردوا يقال لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم. وأما الصنف الثاني يعني أهل البدعة فإنه يقال للرسول صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فدل على أنهم أحدثوا بدعا والمرتدون أحدثوا ردة. فكل من أحدث بدعة في الدين كالمعتزلة والخوارج والشيعة وسائر الطوائف الضالة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه حريون أن يذادوا عن الحوض يوم القيامة، فيذاد عنه كل مبتدع وكل مرتد عن دينه، ولا يرده إلا أهل الإيمان الثابتون على الإيمان الصادق في الدنيا والذين ماتوا عليه. هؤلاء يردون الحوض ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الميزان فهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهو ميزان حقيقي لأنه ذكر أن له كفتان، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون معنى الميزان هو إقامة العدل، ولا يؤمنون أنه ميزان حسي له كفة توضع فيه الأشياء، وهذا قولهم باطل لا دليل عليه، وهو خلاف لظاهر الأدلة. ومن ناحية المعتزلة هم لا ينكرون الألفاظ التي جاءت في القرآن، لا ينكرون الميزان، لا يقولون ما فيه ميزان، وإنما ينكرون معناه، وإلا هم يقرؤون القرآن ويؤمنون بألفاظه الموجودة، لكنهم يحرفونها ويفسرونها على غير تفسيرها. ثم بعد ذلك ناقش الشيخ ما يتعلق بعصاة الموحدين الذين لا يخلدون في نار جهنم، وهذه مسألة يختلف فيها أهل السنة والجماعة عن الخوارج وعن المعتزلة. فإن عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد مهما ارتكبوا من الذنوب فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وختم لهم بأعمال صالحة، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار، فنهايتهم الخروج من النار مهما مكثوا من النار في النار فإنهم لا يخلدون فيها. وأما الكفار فإنهم لا يخرجون من النار أبدا، فهم خالدون فيها دائما. ولهذا ويخالف الخوارج بهذا، فإن الخوارج عندهم أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار، لكنهم يرون أنهم كفروا، لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة أو يكفرون بعض مرتكبي بعض الكبائر، لكن فهم إذا كفروه فهم يطبقون عليه الوعيد ويرون أنه لا يخرج من النار. وأما المعتزلة فإنهم يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فإذا مات ولم يتب من الكبيرة فهو عندهم يلحق بالكفار وهو عندهم مخلد في نار جهنم. ويقول الشيخ وكلا المذهبين باطل وضال ومخالف للأدلة، كلا المذهبين يعني مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. واستدل في ذلك بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا
كل ما دون الشرك فإنه ممكن أن يغفر الله عز وجل لهذا العبد. وجاء في الحديث: انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، ويخرج وقد احترق وصار فحما فيوضع في نهر الحياة، أي في نهر يسمى نهر الحياة، فيكون كالحبة التي تكون في حميل السيل إذا جاء. ولهذا قال الناظم: كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. فإنه جاء في الحديث الصحيح: حتى إذا كانوا فحما، يعني تحرقهم النار حتى يكونوا فحما إلا موضع السجود، فإن النار لا تأكل موضع السجود. حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، يعني تجري تتغير أجسادهم وينبت فيها اللحم كالحبة التي في حميل السيل، ينشى فيها الخضار والرطوبة حتى تكتمل. ومعنى ضبائر يعني جماعات. ثم ناقش بعد ذلك موضوع الشفاعة، وهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر مجموعة من هذه الشفاعات، وذكر أن الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوق. فأما الشفاعة عند الله فلا بد من شرطين. الشرط الأول: لا بد أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، فإنه إن لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا شفاعة فيه البتة. ولهذا قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. والشفاعة الثابتة لرسولنا صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى. له مجموعة شفاعات، أولها الشفاعة العظمى، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يوم القيامة. الشفاعة العظمى حينما يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على أقدامهم، شاخصة أبصارهم حفاة عراة تدنو منهم الشمس، ويأخذ منهم العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله أن يريحهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون إلى موسى عليه السلام، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، فكلهم يعتذرون ويقولون: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده. فيعتذرون عن الشفاعة عند الله في هذا الموقف، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ويتقدم إلى ربه سبحانه وتعالى ويسجد بين يديه ويحمده بمحامد ويدعوه ويتضرع إليه، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف فيقبل الله شفاعته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع إلا بعد الاستذان، وهو سيد الخلق، فيشفع هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله:
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون والآخرون. وكأن الشيخ هنا يشير إلى الذين يذهبون إلى الأضرحة وإلى قبور من يسمونهم الأولياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة، وكذلك المشركون كانوا لما يعبدون الأصنام يقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فما أدراهم إن هؤلاء شفعاء، ما أدراهم أنه سوف يمكنون من الشفاعة، هذا لا يدرون عنه البتة، ولذلك هم يفعلون ما لا دليل عليه، بل إن الدليل أتى بغيره. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتعهد لأحد منهم أن يشفع له يوم القيامة، وإنما إذا أذن الله عز وجل له أن يشفع فإنه يشفع. هذه الشفاعة العظمى شفاعة الموقف، وأما الشفاعة الثانية فهي شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنهم إذا جاءوا إلى الجنة لا يفتح لهم على الفور، فيستشفعون بمحمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة فيشفع لهم فتفتح. قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الشفاعة الثالثة أن يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، يعني يكون في منزلة ثم يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فترتقي منزلته. الشفاعة الرابعة في عمه أبي طالب، مع أن الشفاعة لا تنفع الكفار كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا في أبي طالب، فهذا استثناء، لكن ما نفعته في إخراجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب عليه، لأن أبا طالب حبى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، ولعل لله بذلك حكمة، يعني والد إبراهيم وابن نوح وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أن الأنبياء مع عظيم منزلتهم عند الله عز وجل أنهم لا يملكون شيئا، ولو كانوا يملكون شيئا لهدوا أقرباءهم وأبناءهم، فالأمر كله بيد الله عز وجل. وكان يعرف أبو طالب، كان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله عز وجل، وهذا يدل على أن المعرفة القلبية التي لا يتبعها استسلام وإذعان فإنها لا تنفع، كونه يعرف ذلك لأنه صرح بذلك في بعض أشعاره، لكنه منعته الحمية والأنفة، يعني لا يريد أن يخالف آباءه وأجداده. وإلا ذكروا من شعره أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فقد منعته الملامة وخوف المسبة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال: وقد نزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني من أحببت هدايته فإنك لا تملك ذلك، فالله عز وجل هو الذي يهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار كغيره من الكفار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فحسب،
ويجعل في ضحضاح من نار، وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فلا يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يرد أن أحد يشفع في أقربائه الكفار بالتخفيف، بل لم يرد عن الأنبياء أنهم أعطوا شفاعة في التخفيف عن أقربائهم الكفار، وإنما ورد هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أهل الكبائر في أن يخرجوا من النار أو أن لا يدخلوها، فهذه شفاعة عامة تكون للملائكة وتكون للأنبياء وتكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون للأولياء يشفعون، يعني يقصد الأصدقاء والأحباب، لأنهم يشفعون لإخوانهم، وتكون للأفراط يشفعون لآبائهم. الأفراط هم الذين ماتوا وهم صغار ما عليهم ذنوب، يشفعون لآبائهم، فهي شفاعة عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. ثم ناقش بعد ذلك موضوع التكفير، تكفير من وقع في ذنب من المسلمين، وقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، هذا في النظم، قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، وذو العرش هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يكفر عبد من المسلمين، لأنه قال أهل الصلاة، أهل القبلة، أهل الإسلام. أما الذي ليس من أهل القبلة فهذا كافر بطبيعة الحال، أما أهل القبلة فإنهم لا يكفرون بمجرد الذنب، فإن الله عز وجل قد يعفو عنهم، وذو العرش هو الله عز وجل، فهو الذي يصفح. وهذا أيضا أهل السنة يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة كما مر في مذهبهم. قال الشيخ هنا فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويخلدون أصحابها في النار، ويستحلون دماءهم وأموالهم على أنهم كفار، ويستدلون بالآيات التي وردت في الوعيد على الذنوب والمعاصي، ويحملونها على كفر أصحاب تلك المعاصي. والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مؤمن، بل هو في المنزلة بين المنزلتين. والمرجئة فرقة ثالثة مبتدعة تسمى المرجئة، ومعنى مرجئة أنها ترجي العمل عن الإيمان فسميت مرجئة. والمرجئة على النقيض، فالكبائر عندهم لا تضر الإيمان ولا تنقصه، فالعاصي صاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا مذهب المرجع على سبيل الاختصار، لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فمن ترك واجبا أو فعل محرما أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك فهذا عندهم كامل الإيمان، ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم، لأن الإيمان عندهم في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا مذهب المرجئة، وهو على النقيض من مذهب الخوارج، فهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد، وأخذوا بدون فهم، يعني ما فهموها، لو فهموها ما وقعوا في هذا المذهب الباطل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم على الحق والاعتدال، لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يقولون إنه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فجميع أهل السنة والجماعة على هذا، وهم يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ولا يقولون كما تقول المرجئة فإن المعاصي لا تضر، ولا يقولون أنها تكفر كما يقوله الخوارج، وإنما يقولون إن المعاصي تضر وتنقص الإيمان ولكنها لا تخرج صاحبها من الدين، فجمعوا بين النصوص. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. بقي أن نعرف أن بعض من الناس لا يفرق بين الشرك والكبائر، ولذلك بعض من الناس عنده ردة فعل ضد التكفير بشكل عام، فهو لا يكفر أحداً أصلاً حتى ولو ارتكب الشرك، يعني لو جاء بنواقض للإسلام وتراهم يلغون باب الردة في الإسلام ما دام أنه يتلفظ بلا إله إلا الله عندهم، فإنهم لا يرون تكفيره البتة ولو ارتكب نواقض الإسلام. وهذا لا شك مذهب باطل، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يتلفظون بألسنتهم ويقولون لا إله إلا الله وهم كفار في الدرك الأسفل من النار. ولأن الذين امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر الصديق ولا يريدون الزكاة، كانوا ما هم يتلفظون بلا إله إلا الله، بل ويصلون ويصومون، يعني فعلوا بعض أركان الإسلام، لكنهم لما أرادوا إخراج الزكاة من دين الله عز وجل ومن دفعها لإمام المسلمين، فعند ذلك رأى الصحابة أن يقاتلوا على منعها حتى يستسلموا، إلى غير ذلك من يتلفظ بالشهادتين ويأتي بما ينقضها، كما ذكرت لكم قصة الزنادقة الذين سجدوا لعلي ابن أبي طالب، فإنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين لكنهم ينقضونها. فليس لكن الناس صار عندهم، لأن وجد يعني غلو وتكفير من لا يستحق التكفير، فقوبل الغلو بغلو مماثل، وهو عدم تكفير أهل نواقض الإسلام الذين ينقضون الإسلام، الذين يطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في شريعة الله عز وجل. السبب أنهم يتلفظون بلا إله إلا الله، والتلفظ بلا إله إلا الله له شروط، لا بد أن تتحقق هذه الشروط. مجرد اللفظ بدون معرفة الشروط فإنه لا ينفعه وإن تلفظ به. لكن نأخذ من هذا عدم التسرع في التكفير، يعني لا يتسرع أحد في التكفير حتى يتأكد أن الشخص هذا قد كفر كفرا صريحا لا مجال فيه. ولهذا جاء في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني المستثنى الشرك، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك وإنما عنده معاصي دون الشرك، فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو المذهب المعتدل بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي. ثم ذكر أبيات في الخوارج بمفردهم فقال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. وذكر الخوارج لأنهم أول الفرق التي حدثت، يعني أول الفرق التي حدثت، فهم خرجوا بعدما حصل التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فإنه حصلت فتنة وتقاتل علي ومن معه من الصحابة مع معاوية ومن معه من الصحابة،
ثم وصلوا إلى اتفاق، وهم أنهم يجعلون حكمين يحكمان بينهما من أهل التقوى والصلاح. فلما اختاروا حكمين قالت الخوارج: هذا كفر وردة، كيف تحكم الرجال في دين الله عز وجل؟ وهذا لا شك أنه جهل من الخوارج بمعنى الآية التي احتجوا بها، فإنهم احتجوا: إن الحكم إلا لله. وهذا صحيح، الحكم إلا لله قدرا وشرعا، فلا حكم إلا لله. ولهذا قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، يعني أن الحكم لله هذه كلمة حق، لكن أريد بها باطل، وهو أن من جعل حكما يحكم بما أنزل الله فإن هذا حق، والحكم لا يحكم بنفسه، القرآن لا يحكم بنفسه، لا بد من شخص يحكم به، ولهذا يعين القضاة. لكن هذا عوج في الفهم والعياذ بالله، لأنهم قالوا له: هو لما حكم الرجلين ما حكمهم أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، بل لا يتوقع من الصحابيين الجليليين الذين أسند لهم النظر في هذه القضية، ما يتوقع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ما يرد البتة، لأنهم سوف يحكمون ويجتهدون في أقرب الأدلة إلى هذا. فلذلك لما ناقشهم ابن عباس، وقصة ابن عباس ثابتة، أنهم اجتمعوا حوالي 6000، فقال ابن عباس: دعني، يقول لعلي: دعني آتي هؤلاء وأتناقش معهم. فأذن له، وكان يذكر عنهم تشدد وخشونة في اللباس ونحو ذلك، فاستعد ابن عباس ولبس حلة غالية جميلة، وجاءهم في مظهر طيب، وهم حول 6000. فلما جاءهم قالوا له: ما هذه الحلة؟ يعني من باب الاستنكار، يعني ما هذا التنعم؟ فأخبرهم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس حلة، وكان يلبس مثل هذه الحلة في الجمع وفي الأعياد وإذا قابل الوفود، فأخبرهم بذلك. ثم قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على ضعفهم في السنة، فإن علي رضي الله عنه مشهود له بالجنة، والأحاديث منتشرة بين الصحابة، لكن هؤلاء ما معهم صحابة، فيدل على أنه عندهم تدين بجهل، تدين على جهل، ما كانوا يعني هل يخفى عليهم أن علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة؟ فقال: ما تنقمون عليه؟ قالوا: أولا ننقم عليه أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل، حكم الرجال في دين الله عز وجل. فاحتج عليهم ابن عباس بالقرآن: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالحكم ليس مطلق يحكم بما يشاء، وإنما يحكم على ما يراه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما حجهم بالآيات، وحجهم أيضا بما جاء في الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم، فلما حجهم بما جاء في القرآن قال بعضهم: لا تناقشون قريش، فإن الله ذكر عنهم أنهم قوم خصمون. فانسحبوا، بعضهم انسحب، قال: خلاص نوقف المناقشة. وهذا ولذلك يسمى أهل البدع يسمون أهل الأهواء، يعني لا يريد أن يؤتى شيء يصادم هوى. فلما جاءهم ابن عباس بما يصادم الهوى انسحبوا من المناقشة أصلا، واحتجوا أن قريش أهل خصام، والذي يخاصمهم لا ينجح، لكن أهل الخصام الذين يخاصمون بالباطل أهل الشرك وليس أهل التوحيد، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، والعشرة المبشرين بالجنة من قريش، فمعنى ذلك أنك لا تخاصم أحدا من هؤلاء. انظروا إلى طريقة الاحتجاج. ثم سألوا، قالوا إنه لما كتب الاتفاق بين علي ومعاوية رأوا أنهم لا يكتبون أمير المؤمنين،
يعني اقترحوا عليه قالوا لا تكتب أمير المؤمنين، نحن ما بايعناك إلى الآن، فاكتب علي بن أبي طالب. فلما تمسكوا بها مسح هذا الكلام، فقالوا له هو مسح نفسه أن يكون أمير المؤمنين، والناس أما مؤمن أو كافر، فإن لم يكن أمير المؤمنين فمعنى ذلك أنه أمير الكافرين، وهذا كلام لا يلزم. فذكر لهم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما طلب منه المشركون أن يمسح كلمة رسول الله وقالوا اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله ولا تقل رسول الله، لو نعلم أنك رسول ما قتلناك، فمسح ذلك، فمسح ذلك، وكان الذي يكتب علي، وكأن علي رضي الله عنه توقف واستصعب أن يمسح كلمة رسول الله. وهذا من دلائل النبوة ومن الخبر الذي يأتي به الوحي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك أن تدعى إلى مثلها فتفعل، وهذا الذي حصل، فدعي إلى مثلها ففعل، فلم يكتب أمير المؤمنين. فذكر لهم هذه فحجهم. قالوا الأمر الثالث أنه حارب الصحابة الذين كانوا مع عائشة رضي الله عنها، وعائشة ومن ما جاء معها من الصحابة هم جاءوا للصلح، ما جاءوا لقتال، ما جاءوا لأجل أن يقاتلوا علي رضي الله عنه، جاءوا للصلح. ولا يغركم ما يكتب في بعض كتب التاريخ، هم جاءوا للصلح. فلما جاءوا للصلح وتقابل المعسكران، القوم الذين شاركوا في قتل عثمان خافوا أن يتم الاتفاق على البحث عن هؤلاء الذين شاركوا في قتل عثمان ويقتصوا منهم، فاتفقوا فأشعلوا الحرب عند الفجر بين الفريقين، فكل فريق ما شعر إلا والاعتداء على معسكره، فشبت الحرب، ظن كل فريق إن الآخرين اعتدوا عليه. فقالوا هو قاتل مسلمين ولا كفار؟ إن كان قاتل كفار فلماذا لم يسبي نساءهم؟ لماذا لم يسبي نساءهم؟ وإن كان قاتل مسلمين فلا يحل له ذلك. فقال لهم من منكم يريد أن تسبى عائشة وتكون نصيبه؟ هل أحد منكم يريد أن تسبى عائشة وتكون نصيبه؟ هذا لا يقوله مسلم. ومن المعلوم أنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ومن المعلوم أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين، هذا ما في خلاف بين المسلمين، وهو لم يقاتل كفار، هو قاتل مسلمين، لكن الاقتتال يحصل بين المسلمين للاجتهاد. لم يقل أن علي قاتل كفارا والذين قاتلوا ما قالوا أنه كافر، جميع الذين قاتلوه، لا الذين مع عائشة ولا الذين مع معاوية، ما فيهم أحد كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه البتة. ولهذا يسمى قتال فتنة، ولهذا جمع من الصحابة كبير ما شارك في هذا القتال البتة، ورأى أن هذا لا يشارك فيه، قتال الفتنة بين المسلمين. فلما أقنعهم ابن عباس رجع منهم 2000، هم 6000، رجع منهم 2000، و4000 استمروا في القتال ولم يرجعوا، ثم قتلهم الله عز وجل على يد علي بن أبي طالب ومن معه، وبحث علي بن أبي طالب عن العلامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سوف تخرج مارقة ويكون منهم ذو الثدي المخدج، رجل يده مقطوعة وعلى رأس هذا البقية من اليد على رأسه شعيرات، يعني صارت يده كالحلمة وعليها شعيرات. فبحثوا عن هذا فوجدوه، هذا الرجل المخدج الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من هذه الفئة المارقة. فلما رآه علي بن أبي طالب فرحا شديدا، مو فرح بقتل هؤلاء المساكين، وإنما فرح أنه أصاب الحق
وفرح أن هذه هي الطائفة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لمن قتلها شرف عظيم، فسجد لله عز وجل شكرا لهذا الاكتشاف لما اكتشف أنه كان على السنة وأن الذين قتلهم هو من أباح الله قتلهم بل ورغب فيه وهم الخوارج كلاب وأهل النار. هذا ملخص ما جاء في ما يتعلق بمقال الخوارج، ثم جاء بعده بعقيدة المرجئة ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح، يعني يتلاعب بدينه. ولهذا علق الشيخ على مذهب أهل المرجئة وقال هذا مذهب باطل، ولذلك فالفساق وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب ويؤيدونه لأنه يصلح لهم، يعني يعملون ما يشاءون وهم على إيمانهم عند المرجئة. فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب، فهو مبني على التلاعب بالدين والتحلل منه نهائيا. ولهذا قال الناظم ألا إنما المرجي بالدين يمرح، يعني يلعبون بالدين ويعطلون الأوامر والنواهي، فعلى مذهبهم لا حاجة إلى الأوامر والنواهي، فيكون هذا تلاعبا بدين الله عز وجل. وقل إنما الإيمان قول ونية، انتبهوا لهذا. الإيمان، الله عز وجل أمرنا بالإيمان، أمرنا بالإيمان وبين بأن من شرط دخول الجنة الإيمان، ولذلك قال عن الذين يخرجون من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فلا يمكن أحد يدخل الجنة وليس عنده إيمان. ولذلك معرفة الإيمان وإن كان قليل ضعيفا وإن كان ناقصا، المهم أنه لا بد أن يكون عنده شيء من الإيمان ولو مثقال ذرة من الإيمان. ولذلك تعريف الإيمان الكامل المأخوذ من الأدلة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فحسب كما تقوله الأشاعرة، وهذا ليس الأشاعرة بحسب، الجهمية تقوله، يعني الإيمان بالقلب يكون عنده تصديق بقلبه مصدق. وكما مرنا معنا قبل قليل أن أبا طالب كان مصدق أن هذا رسول الله عليه وسلم، لكن هل أذعن؟ هل اشتغل القلب بالمحبة والتعظيم والانقياد والاستسلام؟ فقد عمل القلب وفقد قول اللسان. والذين يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما يقوله الحنفية، أو النطق باللسان فحسب كما تقوله الكرامية، أو مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية، فيلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون فرعون مؤمنا لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو معترف بهذا بقلبه ولكنه أنكره بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم أن محمد رسول الله وأنه على الحق، قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني وإن عرفوا أنه رسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يجحدون هذا، لكن حملهم على مخالفة الجحود حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل. وليس الإيمان هو القول باللسان فحسب، اللي يقولون يعني إذا تلفظ باللسان هذا خلاص صار مؤمنا، فلا بد من اعتقاد القلب. والكرامية فرقة قديمة كانت تقول عن المنافق، تسمي المنافق
تسميه مؤمنا لأنه تلفظ بلسانه، لكنهم يقولون المنافق في الدرك الأسفل من النار، لكنه يقولون نسميه في الدنيا مؤمن، وهو لا يسمى مؤمن. إذا عرف نفاقه فإنه لا يسمى مؤمن البتة. وقد حكم الله عليهم، يعني على أهل النفاق، بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. وقال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول، يعني يتلفظ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالله يقول عنهم أنهم غير مؤمنين. وفي الآية الأخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فمجرد القول باللسان. ولذلك قد تجد بعض الناس الآن يتلفظ ويقول لا إله إلا الله ويقول أنا مسلم، لكنه لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا امتناع عن المحرمات إلى غير ذلك، فهو مجرد تلفظ يتلفظ. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وآمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه. وكذلك ليس الإيمان كما تقول مرجئة الفقهاء، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة، يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولو لم يصلي ولم يصم، وهذا مذهب باطل بلا شك، لأنه يعطل الأعمال كلها. والله عز وجل قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل آمنوا فحسب أو عملوا الصالحات فحسب، فلا بد من الاثنين معا، فلا يكفي العمل بدون إيمان ولا يكفي الإيمان بدون عمل، فالإيمان والعمل الصالح قرينان. وهذا في كثير من الآيات، ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله هذا قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأما كونه يزيد بالطاعة فهذا صريح في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان، وهذه أعمال جوارح. وذكر الله هذا هو قول اللسان زادتهم إيمانا، وهو دليل على أن الإيمان يزيد. ومما يدل أيضا على أن الإيمان ينقص ما ذكر في حديث إنكار المنكر، وأن الإيمان يكون يضعف ويصير صغير ناقص. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا ليس فيه إيمان أصلاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فحبة الخردل في الإيمان تنفع،
كما جاء في الحديث إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. والمرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان بالقلب وهو شيء واحد، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان أبي بكر مثل إيمان أفسق الناس، وهذا كلام باطل، بل الإيمان يتفاضل، وبعض المؤمنين أقوى إيمانا من الآخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم ختم المبحث بشرح حديث الناظم: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. والمراد بذلك أنك لا توازن بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الرجال، وإنما دع عنك أقوال الرجال إذا تعارضت مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاعتماد على الدليل. ولهذا يقال: كل قياس يعارض النص فهو باطل لا اعتبار له، لأنه يعارض الدليل. وهذه الأقيسة والقياس ونحو ذلك من كلام الرجال ينظر فيها هل هي موافقة للوحي أو غير موافقة للوحي. وكيف تعرف أن هذا العالم في قوله قد أصاب الحق؟ فأنت بين حالين: إما أنك تعرف الدليل وتعرف دلالة الدليل، وإما أنك تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر الشيخ هنا ظاهرة موجودة في هذه الأزمنة، وهي أن بعض الناس يظنون أن خلاف العلماء أن فيه إباحة تأخذ بأي قول تهواه. يعني إذا وجد في المسألة 10 أقوال للعلماء فإنه ينظر فيها وينظر الذي يهواه ثم يأخذه، وهذا كلام باطل. ويظنون أن هذا من دين الله، دين الله واحد، الحق واحد ما يتعدل، والذي ينظر في هذه فهو يبحث عن هواه، ما يبحث عن الذي يرضي الله، وما يبحث عن الأقرب، فهذا متلاعب بدينه. ولذلك الآن بعض من الناس يقول: هذه المسألة ماذا قال فيها العلماء؟ قالوا قال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ولذلك تنظر كيف الهوى يدفع إليها. انظروا مثلا إلى الذين يناقشون كشف وجه المرأة، إن المرأة تكشف وجهها، فيقولون وجدنا بعض العلماء قال ذلك. طيب وإذا وجدت بعض العلماء قال ذلك، فهل هذا دليل على الإباحة؟ أم تنظر ما هو الأقرب للدليل، ما هو الأصوب، ماذا قال العلماء الراسخون، وهكذا. فمتبع الشهوات والأهواء يبحث عن شبهة يتعلق بها، ولا يبحث عن قناعة ترضي الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ صالح وفقه الله: فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان، وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يأكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس، وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة، وهذا يكون للعلماء. وأما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل العام من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. ولهذا يقولون: مذهب العام مذهب من أفتاه، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. قال الشيخ: والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالأخذ بالآراء والتوسعة على الناس، وأنهم إذا ردوا إلى الدليل فهذا عندهم حرج وضيق، هكذا يقولون. قال: وهذا القول كفر
لأن قائله يرى أن الأخذ بالدليل يكون حرجاً، والذي يقول هذا يكفر، والأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرجاً، وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الكلام في مسألة اختلاف العلماء وماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل. فقول رسول الله أزكى وأشرح، ثم حذر من الطعن في أهل الحديث، فقال الناظم: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. وذلك أن بعض الناس الذين تستهويهم الآراء والأفكار ونحو ذلك يرون أن المحدثين يحملون أسفار بس، ولذلك يقول هذا محدث وليس بفقيه، فهم ينظرون مثلا إلى أصحاب الكتب الستة على أنهم من أهل الحديث وليسوا من أهل الفقه، يعني مجرد حملوا لك الدليل، لكن هل يفقهون؟ وما الذي يمنعهم من الفقه؟ ثم أنت الذي تقول هذا، ما الذي جاءك بالفقه؟ من أين أتيت بالفقه؟ فإن المحدثين أولى بالفقه من غيرهم في دين الله، لأنهم يستطيعون الجمع بين الأحاديث ومعرفتها. لكن من هم أهل الحديث؟ قال الشيخ وفقه الله: عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب، واعتنوا بها عناية تامة. وهم على قسمين: القسم الأول أهل رواية فحسب، يعني يحفظ الأحاديث، فيقول الحديث يأخذه بسنده ويحفظه فقط. القسم الثاني أهل رواية ودراية، وأهل الرواية هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد وأتقنوها وميزوا رواتها وبيّنوا أحوال الرواة، وأيضاً اعتنوا بالمتون وحفظوها وبلغوها بألفاظها، حتى أن الحافظ إذا شك في لفظة يقول أو قال كذا وكذا يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم، أو يقول شك فلان ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف بها، ولو كان المعنى واحداً. يحترمون الألفاظ فيؤدون الحديث بلفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهم يحافظون على متون الأحاديث وأسانيدها ألا يدخلها ألفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شكوا بيّنوا الشك، ويدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحداً واحد، ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. هذه مهمة الحفاظ، ويسمون نقاد المتون والأسانيد مثل نقاد الذهب والفضة، فالصيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيفة، من حين يسمع صوت النقد يقول لك هذا مغشوش أو هذا غير مغشوش. فأصحاب الحديث مثلهم، إذا ما سمع الحديث وسمع سنده يقول لك هذا فيه كذا أو فيه كذا. هؤلاء علماء الرواية، هؤلاء القسم الأول. وأما القسم الثاني علماء الرواية والدراية فهم فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الأحكام ويذكرون فقه الحديث، كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد. هؤلاء فقهاء الحديث، فهم حفاظ وفقهاء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لهؤلاء وهؤلاء، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. انظروا إلى هذا المثل ما أحسنه. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالطائفة الأولى نقية الذين هم أهل الدراية والرواية أهل الفقه، قال نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. والطائفة الثانية أمسكت الماء وأنبتت الكلى، يعني استفيد من مائها. والطائفة الثالثة الذين ما استفادوا ولا فادوا، وهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. هذا ملخص ما ذكره الشيخ في على أبيات هذا الناظم. وختم الناظم أبياته بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني اعتقدت هذه العقيدة، فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا خالفت الفرق الضالة وتمسكت بما عليه أهل السنة والجماعة فأنت على خير، لأنهم هم الفرقة الناجية التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب، وأعتذر منكم في القصور. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.